ما عرفتش النتائج ديال الفرق الاخرى المنافسه. لا عرفت بان عرفنا اليوم بان غتكون مقابله صعبه. شفتوا التحكيم اليوم هو تيتكلم على راسه اليوم بان اخر مدافع ديالهم اللاعب ديالنا خذا الكره ومشى للبوطو. تنظن بان ورقه حمراء وطرد ديال اللاعب ديالنا ديال المكناسي ما صفرش، فاذا به تنتفاجئوا ضربه خطا اللي صفر عليها. دخلنا الشوط الثاني ضربه جزاء واضحه ما سفلش عليها. تنظن بان يعني تقريبا شباب قسم التاد باش نكونوا واضحين تقريبا هذه ثلاث ولا اربع سنوات دائما تلعبوا فد 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 تيلعبوا في هذه المراتب. تنظن بان البلاصه اللي فيها حنايا فما جاتش يعني بمحض الصدفه.